يلا يا بنات انتوا جاهزين، احنا لازم نتحرك. اي بابا جاهزين، يلا بينا. انا بكره رحلات التخييم. ليه يا دريم؟ بس احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. رحلات التخييم ممتعة جدا، وحاجة كويسة اننا نغير جو بعيد عن المدينة شوية. هيكون عندنا وقت ممتع يا دارين. انا مش عارف اعمل ايه مع البنت دي، انا نفسي تكون سعيدة ومبسوطة وهي مش بتحب تعمل اي شيء يخليها سعيدة. ما تعملش حاجة، احنا جربنا معاها حاجات كتيرة قوي بس هي بتحب قعدة البيت. انا هروح وهتكلم معاها، احنا توأم واكيد هتسمع كلامي. مع ان بناتنا الاتنين توأم لكن مختلفين جدا عن بعض في الطباع. دارين انتي قاعدة لوحدك ليه؟ تعالي اقعدي معانا. لا يا رهف مش عايزة، انا حاسة بالملل جدا. طيب ايه رأيك لو نطلع الجبل اللي هناك ده ونكتشف اللي عليه؟ انا ممكن اقول لماما وبابا وهم اكيد هيوافقوا. فكرة مش بطالة، اكيد هيكون افضل من اننا نفضل هنا. طيب تمام، انا هروح اقول لهم. انا سعيد جدا يا دارين انك اديتي لنفسك فرصة علشان تستمتعي بالرحلة معانا. يعني المنظر من هنا حلو قوي بجد. هو ممكن نتمشى شوية وتعرف على المنطقة؟ مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ما تبعدوش عننا. طيب تمام، تعالي معايا يا رهف. ما تقربيش قوي كده من حافة الجبل، ده خطير جدا. ما تخافيش، مفيش حاجة تقلق. طيب كفاية كده ويلا بينا نرجع لماما وبابا، انا لسه قلقانة من وقفتنا هنا. انت شكلك خايفة يا رهف، انت جبانة جدا. ما تقوليليش كده، انا اختك التوأم. اوقات كتير بحس ان بابا وماما بيفضلوكي عني وبيحبوكي اكتر مني. لا طبعا يا دارين، ده مش صحيح، احنا الاتنين بنات هما بيحبونا زي بعض. بس انا مش حاسة بده. دارين لا، خدي بالك. رهف رهف لا. احنا لازم نساعد رهف بسرعة وننقذها. طيب وايه اللي حصل؟ احنا كنا واقفين ورجليها اتزحلقت ووقعت من على الجبل. رهف يا رهف، انتي فين؟ ردي عليا. انت عملتي ايه في اختك؟ انطقي، هي فين؟ بس انا ما عملتش حاجة يا بابا، انا كنت هتزحلق وهي انقذتني واتزحلقت مكاني. يعني اللي حصل ده كله بسببك انتي؟ مش ممكن، رهف هنا ومجروحة، احنا لازم بسرعة ناخدها للمستشفى. كل اللي حصل ده بسببك انتي يا دارين، دي غلطتك انتي، ليه عملتي كده في اختك؟ انتي دايما بتتعاملي مع اختك بقسوة، اكيد انتي السبب، انتي اللي وقعتيها من الجبل. دي اختك التوأم، ليه عملتي فيها كده؟ لا صدقوني ما عملتش حاجة، هي اللي وقعت لوحدها، انا ما كانش قصدي ابدا ان هي يجرى لها اي حاجة. اتمنى ان رهف تقوم بالسلامة، والا مش هسامحك ابدا يا دارين.
الحمد لله ان انت كويسة، احنا مبسوطين جدا وسعداء ليكي يا رهف، انك الحمد لله قمتي بالسلامة. بعد ما قضيتي شهور في المستشفى تتعالجي، مبروك علينا رجوعك لينا للبيت مرة تانية. على الرغم من ان اصابتك كانت خطيرة، بس الحمد لله انت كنت قوية وقدرتي تتغلبي على كل اللي حصل لك. انا مريت بوقت صعب جدا وألم شديد. الحمد لله على السلامة مرة تانية، وأوعدك إننا هنهتم بيكي أكتر وهناخد بالنا منك، ومفيش أي حاجة وحشة هتحصل لك. شكرا لك يا بابا، شكرا لك يا ماما. بابا وماما مش مهتمين بيا خالص، أنا لما أكبر همشي من البيت ده ومش هيشوفوا وشي تاني أبدا. الريحة بتاعت الأكل اللي بتطبخيها حلوة قوي. أنا بعمل الأكل اللي ماما بتحبه. يبقى أنت أكيد بتعملي لازانيا. صحيح، هي بتحبها قوي وكل مرة بتيجي بتطلبها مني. هي خلاص المفروض تكون على وصول. أو هي في الطريق، وسيليا وقراها مبسوطين إنهم هيشوفوا جدتهم. أنا عارف قد إيه بيحبوها وبيكونوا فرحانين إن مامتك بتيجي تزورنا. ماما وصلت، ممكن تروح تفتح لها؟ أكيد طبعاً هروح أفتح لها. أهلاً بك يا طنط، أنا سعيد جداً إنك وصلتي بالسلامة، اتفضلي ادخلي. اهلا بيكو، وحشتوني كلكو. اهلا يا ماما، وانت كمان وحشانا جدا، ومبسوطين ان انت جيتي وزرتينا وهتقضي معانا كام يوم. بس اللي هيكونوا سعداء اكتر هم سيليا واروى. طيب هما فين احفادي؟ دول وحشوني قوي. اهلا يا تيتا رهف، وحشتيني قوي. اهلا يا حبيبتي، وانت كمان وحشتيني قوي. اهلا يا تيتا، احنا فرحين قوي انك هتقعدي معانا الكام يوم دول. وانا كمان سعيده قوي يا حبيبتي. صحيح انا جايبه لكم هدايا كتير قوي، كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها. طيب تعالي نروح اوضتنا نتفرج على الهدايا. تعالوا يلا بينا. طيب انا جهزت الاكل اللي انت بتحبيه وحضرته ليكي يا ماما. شكرا ليكي يا حبيبتي، تعبتي نفسك. انا هروح مع حفيدتي 5 دقايق افتح الهدايا على ما تحضري السفرة. طيب تمام، 5 دقايق والاكل هيكون جاهز. انا بحب وجود ماما هنا واتمنى تفضل عايشة معانا على طول. بس انتي عارفة انها بتحب بيتها ومش عايزة تعيش بعيد عنه. لأنها بتحب الهدوء في بيت المزرعة ومش بتفضل المدينة. على الرغم من انها عايشة لوحدها ومش عايزة تيجي تعيش معنا. انا متضايقة انها لوحدها في بيت المزرعة. بس احنا لازم نحترم رأيها وانها حابة تكون هناك، واحنا ممكن نزورها كل اجازة ونقضي معيها الاجازة كلها. فكرة حلوة جدا، والبنات هيكونوا مبسوطين بيها جدا، ومامتك كمان أكيد هتكون سعيدة ومبسوطة. شكرا يا تيتا على الهدية اللي انت جبتيها لي. العفو يا حبيبتي، أنا بكون سعيدة وأنا بشتري ليكم الهدايا دي. طيب وليه تيتا ما تجيش تعيشي معنا هنا في البيت؟ انتوا عارفين انا مش بحب اعيش في المدينة هنا، انا بفضل بيت المزرعة وهدوءها. طيب هو انتي مش بتكوني خايفة وانتي لوحدك؟ لا مش بخاف، لان مفيش حاجة بتخوف في المزرعة، المزرعة امان جدا. اتمنى ان احنا ناخد الاجازة بسرعة عشان نقضي الاجازة عندك كلها في بيت المزرعة. وانا كمان هكون سعيدة وفرحانة بوجودكم كلكم.
الأكل كان حلو قوي يا زيزي. بالهنا والشفاء، والحمد لله يا ماما ان الأكل عجبك. اللازانيا أكلتي المفضلة على عكس أختي دارين التوأم. هو انتي لسه بتفكري فيها يا ماما بعد كل الوقت ده؟ أكيد طبعا بفكر فيها، دي أختي التوأم. طيب قوليلنا ايه اللي حصل وليه بعدتي عن أختك التوأم؟ انتوا كنتوا صغيرين ومش هتفهموا كلامي، لكن دلوقتي هحكي لكم على كل اللي حصل. انا بحب اسمع لك يا تيتا راف. الحكاية بدأت في اليوم اللي قرر بابانا ومامتنا انهم ياخدونا في رحلة تخييم، وفي المكان هناك اتعرضنا لحادثة، وبابا وماما لموا دارين وحملوها مسؤولية اللي حصل لي، وانا كنت دايما بدافع عنها واقول لهم انها مظلومة وملهاش ذنب. بالرغم من كده اختي كرهتني انا وبابا وماما، وحاولت تتجاهلني وتبعد عني، وانا كنت بحاول اقرب منها لكن كل محاولاتي فشلت معاها. انتوا اكيد عشان توأم هتكونوا شبه بعض، صح يا تيتا؟ صحيح يا شبه، لكن مختلفين في الطباع. طيب وايه اللي حصل بعد كده تحكي لنا؟ لما كبرنا وتخرجنا من الجامعة واشتغلت، مشيت وسابت البيت، وطبعا بابا وماما زعلوا عليها، وانا حاولت اتصل عليها وادور عليها كتير، لكن للأسف دارين اختفت خالص ومش عارفين مكانها فين. يعني ما تعرفيش عنها اي حاجة خالص لحد دلوقتي؟ للأسف ما عرفش عنها حاجة من آخر مرة مشيت فيها وسابت البيت، بس أنا ببعت لها رسائل على تليفونها وبحكي لها كل حاجة عني وعنكم، يمكن قلبها يحن وترد عليا، لكن للأسف ولا مرة ردت عليا. طيب تفتكري إن هي لسه عايشة؟ هي لسه عايشة أنا متأكدة، بس هي بتكرهني بسبب اللي حصل زمان، لدرجة انها مش عايزة تسمع صوتي او تعرف حاجة عني. طيب خلاص متزعليش يا تيتا، احنا كمان بنحبك. وانا كمان يا حبايبي بحبكم كلكم وسعيدة بوجودكم في حياتي. طيب من الافضل اننا نغير الموضوع. فعلا معاك حق، لان ماما كل ما تفتكرها بتزعل. قولولي بقى هتيجوا عندي المزرعة امتى؟ احنا كنا بنخطط اننا نيجي الاجازة الجاية. خلاص تمام، انا هستناكم، وكمان هعلم حفيداتي ركوب الخيل. الله انا متحمسه قوي. وانا كمان فرحانه قوي. خدي بالك من نفسك يا ماما، قريب جدا هنجيلك. وانا هستناكم بفارغ الصبر، لاني بحبكم وبحب اشوفكم دايما. مع السلامه تيتا، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبكم يا حبايبي، اسمعوا كلام بابا وماما وخلصوا مذاكرتكم علشان تقضوا معايا الاجازه كلها. حاضر يا تيتا، مع السلامه. في كل مره ماما بتمشي فيها بكون زعلانه لانها توحشني قوي. انا عارف يا حبيبتي، لكن خلاص احنا هنروح لها قريب. غريبة قوي، مين بيرن الجرس؟ هروح أشوف مين. إيه ده؟ مين؟ دارين؟ دارين، أختك التوأم، معقول تكوني نسيتيني؟ عدت سنين كتيرة قوي من آخر مرة شفتك فيها، وشكلك اتغير خالص. أنا سبت البيت لما اتأكدت إن بابا وماما مش بيحبوني ومش بيهتموا بيا، بالعكس كانوا بيحبوكي قوي وزعلوا إنك مشيتي، ودورنا عليكي كتير
لكن للأسف انتي ما كنتش بتردي على اتصالاتنا ولا حتى الرسائل اللي كنا بنبعتها لك. هو انتي فاكرة ان انا مهتمة ان انا اسمع الاكاذيب دي؟ طيب انتي رجعتي ليه؟ وايه اللي فكرك بيا دلوقتي؟ لاني زهقت من الحياة اللي انا عايشاها وعايزة اخد حياتك انتي. ايه؟ انا مش فاهمة انتي بتتكلمي عن ايه؟ انا عارفة ان انتي عندك بيت وحفيدات كمان، لكن انا وحيدة وما عنديش حد. بس انا موجودة معاكي، اختك التوأم اللي بتحبك. بس انا بقى مش بحبك ومش هينفع نكون موجودين انا وانتي في الحياة. ايه؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده يا دارين؟ اللي انتي سمعتيه، انتي كان لازم تموتي في اليوم اللي حصل فيه الحادثة، يوم ما وقعتي من الجبل. انتي ليه بتكرهيني كده؟ انا عملتلك ايه؟ انتي دايما محظوظة وعندك حياة مثالية، صحيح؟ انتي عايزة ايه مني ومن عيلتي؟ انا قررت من هنا ورايح اني هاخد مكانك، لانك مش هتكوني موجودة بعد كده. الو الو ماما، ازيك؟ اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ انا اتصلت عليكي لانك بقالك كام يوم مش بتتصلي عليا ولا على البنات زي العادة كل يوم. انا اسفة يا حبيبتي، انا كنت مشغولة شوية ونسيت اكلمك. طيب هو انت بخير يا ماما؟ انت كويسة ومش محتاجة حاجة؟ يا حبيبتي ما تقلقيش، انا بخير. سلميلي على البنات. اكيد هسلملك عليهم وهم كمان بيسلموا عليكي. ابقوا تعالوا زوروني وقعدوا معايا شوية. اكيد طبعا، قريب هجيلك. خدي بالك من نفسك، مع السلامة. في ايه مالك؟ مامتك كويسة؟ كويسة، بس انا حاسة ان في حاجة غريبة، وكمان هي عمرها ما نسيت تكلم البنات ابدا. لو قلقانة عليها، ايه رأيك نروح نشوفها بكرة؟ بجد هو ينفع تعمل كده؟ اكيد طبعا، لازم نروح نطمن عليها. طيب تمام، انا اروح ندي البنات علشان يجهزوا. مين هنا؟ اهلا اهلا يا اختي التوأم.